نايت. اليوم احنا هون مثل ما انتم شايفين الدنيا كلها صفرة شبه صحراوية. احنا هون هلا بالبقاع، اليوم بقاع لبنان، معنا بويرد الصيد. As you can see عدد الصيد كلها موجودة هون. And we have our food. رايحين هلا عشان نصيد بط. اليوم أول مرة أنا بالنسبة لي جرب صيد بط. خالد أول مشوار صيد له بحياته. اليوم رايحين على مثل بركة هيك صيد ليلي، يعني بصير بيجي علي البط بغط واحنا بنصيده من جوا. شيء بيقولوا له يقلوم، بتكون مثل غرفة هيك مساحتها مترين بمترين وبنقعد جواتها، بيكون فيها مثل شبابيك صغار هيك بنقدر نطلع منه البويريت مقوص. سو يا هيدا هلا شرح صغير عن شو حنعمل هنيك، شوفكم بس نوصل. ايه ليكو هيدا اللي قلوم رح نكون قاعدين بقلبه. هون في بركة، هي ارض كلها سيارة زراعية بسهل البقاع، بروفيشنال بليس بروفيشنال. خالد بروفيشنال. هذيك مرة شفت الفيديو حطهم هون، بيقول اسماء للبط، اسماء غريبة عجيبة. طبعا البط انواع كتير، في اكثر من 200 نوع، فالتسميات البلدية خصوصا عندنا هون قوية كتير. يعني عندك كان صيف هون ثلاث بخواشي اسمهم، واحدة قرط وحش اللف. شيل بوريد. نوع الضروب اللي عم نوصل اليوم اللي حنصيد فيها 28 جرام، لانه ما محتاج اكثر هيك. السلاح اللي معي اليوم اللي هيدي المخمسه تركيه، نوع تركي ارمسان، نفس الشركه تبعيت البامب اكشن تبعيتي. هيك ما احلى هذا السنونو. بوم بوم. بس اكيد ما عم نصيد سنونو، ام جاست هافن فن. هيدي السلاح تبع خالد اشترى امبارحه، كمان يلدز، كمان تركي. هيك ما احلاهم. صف الضروب تبعي طبعا جاهز كلياته. حول الضروب 36 جرام اللي هون معي، هي 36 جرام ريو نوعه، والباقيين بي ام اي 28 جرام. هنا اصغر يعني بالسلاح اللي معي مع هيك مجال سهل كتير اني اقوص البط. فبدنا نشوف الصيادة اي كي اي فرقعجية، يعني مثل ما كنا احنا من ايام قبل صراحة. يعني احنا نكون صريحين تو بي فير، يعني احنا كنا فرقعجية. ليه قديش قريبين؟ لو انا كنت فرقعجي هلا انا كنت اكثر انسان سعيد بالكوكب. تفرجوا كمية السنون وقديش قريب، يعني اذا زدت عليها حجرة هيك بتوقع. كيف ينزلوا بيشربوا من المي؟ ليك تنزل على المي تشرب تطلع. لا اخ حسن عم بيركب الصوت. هورجيكم جوا هذا الشيء اللي اسمه اليقلوم. وما بتفوت هيك على الباب في حاطين هاي الجزمة مشان بس نصيد البط نقدر نلبسها ما ننتلى مي ونفوت نجيب بط على السريع ونرجع. هورجيكم من جوا كيف يكون طريقة الصيد. بركة هلا بجرب اوصل شي ضرب. هيدا اليقلوم من جوا مثل ما انكم شايفين، البوريت كلياتها هون مع الامبيرودي هون، شنطتي هون، في ثلاث فرشات وعندي بيرودتي انا هون. طريقة الصيد بتكون كالتالي، في هون هذا الشيء اوكي. هلا خليني بس طفي الضوء قبل، احطه هون، ارجع افتح هيدي، احطه هون. وهدول التقاط الصغار، شوف كيف تبين الدنيا من هون. بيجي البط مثلا بغط، بنصير نقوص من قلب هي التقا او هدول او هون، كل واحد عنده تقا قدامه. تمام حفتهم كلهم. فهلا حجرب اقوص ضرب بس 28 جرام لشوف لوين اكثر شيء بوصل. مع انه هذا بده يكون حجرب اقوص على اخر البركه لشوف إذا اوكي. مينيموم اذا البطة باخر البركة مينيموم بتتشقف، لانه وصل للضرب على التراب اللي هونيك اخر شيء. بس ده الصوت بقلب القلوب قوي كثير، صح؟ كثير قوي بس برو. لك بس شايفه بريحة ريحة البارود قوية. ليتس جو. هلا عم ورشيكم وعم صوركم كيف الدنيا بدها تكون، لانه فعليا حيكون الصيد بالليل وما في ولا ضوء، فما حتكونوا قادرين تشوفوا شيء معنا لانه الجو برو يو نو كوز وي ار فيلمينغ وذ جو برو. هذا كان اليقلوم مثل ما شفتوا، هذا الشيء مشان الشتوي بيركبوه بصغيره. نو هطلع برا شوي بنمشي برجر.
اوه شوفوا البرجر جايز، شوفوا انحرقوا انحرقوا خلاص ارجن ملفوف 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 مع البرجر جايز دونت اسك مي ما لقينا ما لقينا خاص بقى كلها ما فيها خاص شو هالحركة دي شوي اوكي ما لا شو عم تعمل؟ عم حط باربيكيو صوص بلس انه مايونيز. اوكي انا هلا بدي احط من هذا باربيكيو صوص. باربيكيو صوص اكثر شيء بروفيشنال، حطها على الكبيره. شو هيدي لاحمد، هيدي لالي هون، حاعمل لها سمايلي. مقبض. بعدين بجيب هذا الشيء وحط واحده من هون واحده من هون وبعدين اسا واحده من هون وبعدين اسا واحده من هون. اوكي بعدين حط بندوره هون وقصة بندورة هون. اوكي هلا هو جايكم بروفيشنال بنتي. جاب الجبن لزقت البرجر. اوكي حط فوق هيدي وهذا الشغل الصح يعني. بعدين بضوي هيك شوي، بعدين نعمل له هيك شوي شوي. اوكي طب بزيد تصوير، بدنا بقى نشوفكم على بكره الصبح يمكن، او شيء لح يمكن نصوره اذا صيدنا شيء بالليل. سي يو نبت. ثلاثة في واحد اربعة جوا، هي الخامس هيك. هلا اما وقفلها مقفولة. اللي هون طف الضو، افتح التيقات، طف الضو احمد بايدك. قريت بروفيشنال جايز. نزلت على البركة فياني احمد، بتكون شايفين شي هلا؟ فياني احمد قمت وانا وماني شايف شي وصل بطة. بتكون تشغلوا حواس السمع وكل شي هلا معي. تسكر وراك انا شو هلا صار ضو الضو ملوك وريهام برايي. ايش اسمه؟ فارفور. انه الفارفور. فارفور هيدي اول بطه باوصى بحياتي انا هلا. بس الجزمه من فوق لتحت ما غيرت يا بالصيد وشو حد كل شيء انه ارض الدنيا كثير شوب. Now we have this first duck. انا لهلا قسيتني عم برجف من الادرينالين لاني اللي فقت فجاه عرفت. يلا ليتس جو بدنا واحده ثانيه هلا. هلا ويت فور ماي تيرن. يلا يور تيرن. هلا ويت فور سكند وان ليتس جو. شيز ديد اوف كورس. يلا راح اجيب انا تليفوني هنيك. بعيدة كتير. برو علقت تحت كتير الأرض وحل. يب and we have it. Look how clean. Look oh my days. Look at them. Lovely. Good hunt. نغس إيدي شوي من الدم. منيح هيدي ما بعرف هلا اذا انتم راح بين عليكم شيء باخر كليب. كان شوي عم يطلع الضوء والاول شقه الضوء اجتهد البطه. حسيتني لابس هيدي ليك فيه قديش طول الجزمه مشان كمان ستيل بستبل مقلوب للمره الثانيه. مين يجي؟ الغط. قد ايه قدو الغط؟ الغط هيك لونه رمادي على الخط رح منه مقيم. انا قلت له شفوق تخليك مقيم زي شو؟ زي حرفات؟ استلم مني شايف شي. شو شير ميديا صح؟ لا ماني شايف شي. انت شفتوه طار وغط هنا؟ ايه ايه. سو جايز صارت الساعة 7 خلص وقت الصيد. خالد معه وصار ضرب او وصلنا ضرب على المي هون لشوف. هولي مولي. كم ضفدع مات هلا تحت هون يا حرام. اوكي انا حطلع برا كزر. هسا بدي خالد هسا واحد بليز. بدي يطلع كزر بقلب البحيرة. هلا بيسمعوها من بعيد بيقول لك وينك؟ الرفوف البط طلع ركب. هن كل اللي اجوا كلهم بطين.
بس انا هلا نازل صراحه مكزر بقلب البحيره شوي. انا هذا اللي نازل اعمل هلا نيكو اثر الدم والقتل. ماشي هلا معنا هون البطين اللي هون صيدني هون. That's everything. شو شوف شوفوا شو ينحكي فيه كيف لونه هيك اورانج. ما اورانج قلت اورانج هذا اللون ما اورانج هذا اللون اخضر. ارجيكم منين جبت البطه كيف كنت عم بنزل يعني بنص الليل هيك هيك كنت عم بك اولي شت كنت عم وين انا كنت عم بكمش هدول مشان ما يوقع البنطلون. شوف كيف هذا بنطلون بس عشو عجزمة هيك بنطلون جزمة اسمه. شوفوا هول بطاط صناعيين على فكرة الأرض كثير بتغرز. شوفوا بطة صناعية الحزينة اكل خرده اضرب من غير عالم. طبعا هم قوصناها أول شيء قوصنا هونيك أو أول وحدة قوصتها بالليل وين هونيك هيك كان هون أكتر شيء عتم. كبست أول وحدة هون ما كنا شايفين شيء يعني رجعنا تاني وحدة غطت هون الصبح أول طلوع الضو بوب كوسناها انا واحمد بحواتك بوب بوب ضرب ضرب تعال نتاكد انه ما تروح عشو وسط شوف منظر اوكي سو هيك وعم بركض طول الوقت كنت لحتى ما نشوفنا البط التانيين اذا كان في بط غيرهم يعني هن كانوا اخر شيء بس بطين اللي وصلناهم نوع هذا البط هون بنقول له فارفور وصلنا اثنين فارفور نطلع هيك هون نص الليل نص العتم شوفوا واتش الازرق يبين جناحها من هون بس نغير بوف اخضر صار بروفيشنال دوكس. ليك هذا السمايلي بدي اشوفه شوف جربت ارسم سمايلي هلا وشو منزوع على خير حاخذهم هون مقطع اليقلوم وهذا الصيد توفقنا فيه صراحة يعني هن بس بطين لو اجى رف كنا انبسطنا هسه اكثر بس ذاتس ات يعني سو يا سي يو ليتر.